جوناتاس هو الهجوم ومازال اختر توصل الكرة وضربة جزاء. ضربة جزاء لمنتخب غينيا الاستوائية بعد التدخل الأخير على إيفان إيان رقم 8. هذه الإعادة أمامكم. هذه إعادة لعملية ضربة الجزاء لمنتخب غينيا الاستوائية. الحذري منه هذا اللاعب إيفان إيان رقم 8. ضربة جزاء لمنتخب غينيا الاستوائية وهذه العملية من زاوية أخرى. العملية اللي جت على إثر ضربة الجزاء والتنفيذ سيكون لجوفينال إيدجوغو القائد رقم 6. جوفينال إيدجوغو في تنفيذ ضربة الجزاء لمنتخب غينيا الاستوائية يتقدم ويسجل. سجل ويعطي الأسبقية لمنتخب غينيا الاستوائية هنا في ملعب مالابو. ملعب مالابو الجديد تغير النتيجة لصالح منتخب غينيا الاستوائية 1-0 عن طريق ضربة جزاء. هذه إعادة تنفذ التماس من سمح الدربالي يهز الكرة براسه فخر الدين بن يوسف لكن ترجع من الدفاع ثم تغطية حسن الراكد عصام جمعة يهز الكرة والحكم يخذ ضربة جزاء. ضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي وراءها كان صابر خليفة. ضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي في 62 دقيقة لعب. السيشيلي يقول ضربة جزاء للمنتخب الوطني التونسي. ثم صابر خليفة ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله لباس للاعبنا الدولي صابر خليفة اللي تألق أحسن ما يكون. شوف هاي الإعادة واضح واضحة ضربة الجزاء. عاد كان هذه ما يزفرهاش السيشالي كما نقولوا بلغتنا التونسية سامحني فيها عاد ولو أنه هو زفرها ضربة الجزاء. على كل إن شاء الله لاباس لصابر خليفة قلت لاعبنا الدولي اللي تألق كأحسن ما يكون هذا الموسم مع فريق إيفيون وخاصة وقت يسجل هدف مش عالمي معناها من غادي من عالمي هدف تاريخي أسطوري لصابر خليفة وكان وقع انتخابه كأفضل هدف لهذا الموسم اللي قضى في الرابطة المحترفة الفرنسية. على كل هذا نبيل معلول على الصورة بالتأكيد نبيل معلول وكامل الطاقم الفني اللي معاه حذروا كل السيناريوهات اللي يمكن تكون في المباراة. أسامة دراجي أسامة في تنفيذ ضربة الجزاء. أسامة دراجي يتقدم والهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي وغينيا الاستوائية. ولو أنه للأمانة ونقولها على مسؤوليتي كان يمكن أنه تكون النتيجة أكثر من هكا ولصالح المنتخب الوطني التونسي لأنه المنتخب الوطني التونسي ضيع 4 أهداف محققة في الشوط الأول. على كل المفيد والمطلوب تحقق الآن. نبيل معلول في حوار مع صابر خليفة قالوا تنجم تكمل ولا لا واضحة معناها
صابر خليفة مازال مصر أنه يكمل المباراة.